شكرا 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 ليكم. ضيفتي النهارده في 90 دقيقة مع معتز الدمرداش صوت مصري أصيل شبه ملامحها السمرة لما غنت يعني اللي في قلبي في قلبك مع المطرب الشهير بهاء سلطان. حسينا كده إنها وبهاء أعز أصحاب، حتى الأغاني الوطنية اللي شاركت فيها كانت مميزة جدا جدا. عملت 3 ألبومات ومجموعة من الكليبات الجميلة، وأكيد لسه عندها المزيد من العطاء الفني بموهبتها وطلتها الحلوة. عايزكم ترحبوا معايا ترحيب كبير بالفنانة المطربة سوما. Thank you.
ألف شكر. شكرا ميرسي قوي قوي يا سيما. شكرا. اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا عليكم جميعا. طبعا انا قبل اي شيء بشكرك على وجودك في برنامج 90 دقيقه. وانت كنت ضفت البرنامج من كذا سنه ورجعت لنا النهارده يعني ذكريات جميله جدا، وبحييكي على الاداء الممتع ده. وعايزين يا جماعه كمان نحيي الفرقه الموسيقيه تحيه كبيره لو سمحتوا. شكرا. الف شكر. جدا والله. وانت النهارده الحقيقه يعني منورانا طبعا، وعامله لنا مود مختلف في سوما، لان احنا يعني في البرامج دي دايما طبعا زي ما انت عارفه طبعا قضايا الناس وبنتكلم في السياسه. فالنهارده كده الموضوع الحقيقه حاسس ان هو لطيف جدا، وانا عشان كده يعني بشكرك قوي يعني. انا بشكرك اكتر، وانت عارف ان انا بحب جدا اظهر معاك. شكرا. لسه كنت بقول حتى بره انا حاسه ان انا الحلقه هتبقى انا ومعتز هنقلبها كوميديا شويه. يا ريت والله ده الواحد. وبما اني ما بحبش اتكلم في السياسه عايز اسالك على ليه بقى؟ ما هسالك. ما بحبش يبقى حاسال على طول. هي فهماني. لا هتقطعي بجد موضوع مقاطعه الشراء يوم 1 ديسمبر اللي هو المفروض بعد بكره في دعوه، لان احنا كلنا ما ننزلش وما نشتريش ولا حاجه خالص علشان نضغط على التجار الجشعين. بصراحه انا موافقه جدا. بجد والله؟ والله. ليه؟ في ناس بتستغل الظروف، يعني في فعلا تجار او في ناس بتستغل الظروف انها تضغط على يعني بتاخد كميه كبيره مثلا عشان تضغط على المواطن ان هو يدفع اكتر عشان ياخد منه. فطبعا ده حرام. ليه يعني؟ عشان ايه؟ فطبعا موافقه جدا. فانت شايفه ان الواحد لما يعني نتكاتف كلنا طبعا لازم ونتوقف. احنا من اول اللي حصل في البلد. واعتقد ان احنا كلنا كنا ايد واحده وكنا متكاتفين. فمش هينفع نيجي في نص الطريق ويبقى كل واحد ليه راي، يعني مش هينفع. لازم كلنا متكاتفين ان احنا نكمل عشان نوصل لبر الامان يعني. برافو عليكي والله. ده انا عارف ان انت يا سوما يعني مدمنه شوبينج وبتحبي الشوبينج جدا. مين اللي قالك؟ ازاي ده؟ مصر كلها قالت لي. كل الدنيا عارفه الموضوع ده. الله يكون في عونه جوزي بصراحه. طب هتعملي ايه يوميها؟ ازاي هتقاومي نفسك؟ هعمل ايه طيب؟ ما لازم اقاوم. لازم. ها؟ لازم. هنزل بقى بعد بكره. يعني بعد المقاطعه بيوم. بالظبط كده. كويس جدا جدا. وفي الفترة الأخرانية لو تاخدي بالك الناس اشتكت كتير قوي من الغلا. مظبوط. والناس لما تيجي تشتري حاجة من حد يقول لك بقول لك إيه البنزين زاد، يعني حتى لو حد ملوش علاقة بالبنزين بتبص تلاقي الناس عايزة تغلي عليكي. مظبوط. فحاسس بقى في أي حاجة على فكرة، حتى يعني أنا حتى لو حاجة منتج مصري، حاجة صناعة مصرية أو إنتاج مصري، يقول لك لا أصل إحنا عشان الدولار واليورو والحاجات. طب إحنا مالنا؟ يعني حتى لو حاجه مصريه جايه من جوه البلد احنا مالنا يعني؟ احنا بالدولار والحاجات دي احنا بقينا بنحاول نشوف هنسرق بعض ازاي او هنضغط على بعض ازاي. فطبعا انا مش إيه شايفه إيه على فكره انت إيه كده هتقلب الموضوع. ايه الاخلاق دي؟ سياسي. طيب لا استني بسالك سؤال بقى مهم. الجماعه المطربين بتوعنا الحلوين اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنهم وبالذات في الافراح وليالي الملاح، غلوا الاجره بتاعتهم؟ لا ملهاش علاقة بالغلاء وبالأسعار وبسعر الدولار؟ لا خالص. ملهاش علاقة خالص. يعني مش بنفس النسبة بتاعت غلاء الأمور اللي في المجتمع العادية؟ لا لا احنا مش بنستورد الأغاني أصلا. ملاقينا في مصر. صحيح. كلها لا ملهاش علاقة. كلها منتج منتج محلي. لا لا ملهاش علاقة يعني خالص يعني. لا لكن هي بس ظروف البلد هي اللي مش مظبوطة يعني، حتى في كل المجالات اعتقد الشغل ما بقاش زي الاول، الحياه نفسها بقت مختلفه شويه. لكن احنا يعني ما فيش رواج عايزه تقولي يعني. مظبوط. لكن احنا كفنانين لا ما حدش ما اعتقدش ان في حد عمل كده يعني. بس في بعض الـ الافراح بتجيب مثلا مطربين عرب من بره، دول اكيد ما بياخدوش دول بياخدوا بالدولار. انا بقى لسه كنت هقول لك دول اكيد هياخدوا اكتر بكتير يعني. لانه يعتبر احنا بنسميه اجنبي يعني، بيبقى جاي هنا اجنبي فما ينفعش. لازم هياخد ضعف او اكتر يعني. فانت يعني شايفه انه احسن الناس تبتدي تعتمد على المطرب المصري؟
انا شايفه جدا. وبلاش بقى اللي بالدولار ده، انا شايفه المطرب المصري. اه خلي بالك يا جماعه، دعوه مباشره من سوما، اعتمدوا على المنتج قصدي المطرب المصري في افراحكم، وفي ديسكاونت ان شاء الله 50%. اه ان شاء الله من عند معتز ده يا جماعه البكر. ده عرض مخصوص. سوما انت بقالك فتره، انت فين يعني؟ 100% الناس بتسال. انا اختفيت فعلا فتره طويله. ست سنين هم كانوا اختفاء. ست سنين بحالهم. بس هم الست سنين دول ما كانوش اختفاء مني انا شخصيا، انا يعني نسومه هي اللي مختفيه الست سنين. هو انا اتجوزت في بصراحه قبل الثوره ما تحصل ب 10 ايام. قلبت البلد يا يعني. خبر ابيض. جوازتي دمرت يعني. مجرد ما اتجوزتي حصلت ثوره. مظبوط. ولما خلفتي؟ انا خلفت في 2012. كانت لسه الدنيا مش مظبطه يعني. ما انا لسه كانت الدنيا برضو يعني في ثلاث سنين كده، ثلاث سنين وشويه. كانت ظروف بلد مش 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 انا يعني. الفتره بقى اللي بعديها دي، احنا بقى كنا بنحضر رجوعنا ازاي يعني. احنا اول ما بدانا نحس انه الناس عايزه تسمع، خلاص الدنيا بقت شويه ترجع لطبيعتها ونقدر نشتغل وعندنا قابليه للشغل. احنا ما كانش عندنا نفس ابدا نعمل اي حاجه يعني. بدانا ان احنا نحضر اغاني ونسمع ونزلنا في الوقت اللي انا يعني اللي احنا شايفين ان هو فعلا الوقت المناسب. مناسب. ودلوقتي تعتبر يعني رجعتي تاني خلاص في البوم اظن. ندمانة. عليه. الله يبارك فيك. ندمانه. انت ندمانه على ايه؟ ان انا اتاخرت ست سنين. لا والله. والله فعلا. ليها علاقه بالموضوع ده؟ لا خالص، بس انا دايما يعني ناس كتير بتقول لي عايزين نعرف سوما ندمانه ليه طيب؟ بقول لهم لا لا، يعني الوقت اللي بيبعد بين الفنان وجمهوره بيبقى بالنسبه لنا احنا اليوم بيفرق معانا. نفسيا كمان طبعًا يعني طبعًا. يعني انا يمكن اهم لحظه بالنسبه لي ان انا مغني قدام جمهور لايف، مش عشان انا عايزه اسمع الاغاني بتاعتي وخلاص يعني. انا بحب اغني لايف، اشوف نجاحي في حفله، في حاجه فيها جمهور. رد الفعل، رد الفعل مباشر، مباشر وسريع. مظبوط. فده بيديكي باور كده طبعا. وبحس ان انا فعلا عايزه اشتغل، وبحس ان انا عايزه اقدم جديد يعني. لا الفنان دي اهم حاجه بالنسبه له ان هو يشوف نجاحه وهو موجود يعني. طب كويس. النهارده لو قلنا ان احنا في المود الحلو ده الايجابي، والجمهور الجميل اللي موجود معانا في الاستوديو ده طبعًا. ده هيدوكي الباور طبعا اللي انت بتحبيها. ان شاء الله اكيد. هم جمال بصراحه. واتمنى انك انت ما تكونيش ندمانه خالص. لا خالص بالعكس، انا سعيده جدا ان انا جيت معاك واحنا كمان والله. بس نفسنا نسمع منك حاجه كده ندمانه مثلا. انت اختاريها لنا بقى. ما هي ما دام قلنا ندمانه يبقى ندمانه. نسمع ندمانه من سوما بقى.
برافو. و عايز اقول لك ان دي من جميلة. احب الاغاني لقلبي في الالبوم بجد والله. طب ما تكلمينا على ظروفها ومين عمل الكلمات واللحن. هي تقريبا دي مش اول اغنيه اتسجلت، بس الاغنيه دي ظروفها معايا وانا جوه الاستوديو كانت غريبه جدا. انا تقريبا ما غنيتش الاغنيه دي وانا كويسه خالص، انا طول الاغنيه بعيط طول الاغنيه. يعني الاوديو بتاعها كله عياط. ايه بقى السبب ما اعرفش. لا بجد. بجد اتأثرتي. عزيز عامل اللحن، عزيز شافعي طبعا هو عامل اللحن، شويه عنده حته كده بتلمس شويه عزيز شافعي، فيها شجن. فيها شجن كده حلو قوي. فالاغنيه من اول ما سمعتها لمستني بشكل فظيع يعني، فاما جيت اغنيها ما بقتش عارفه اغنيها خالص. يعني من كتر ما انا متاثره بيها وحباها ما بقتش عارفه اغنيها خالص. تمام. يعني عملت لي حاله، يعني انا تقريبا عشت الحاله نفسها وانا بغنيها. بس انت مسميه الالبوم باسم الاغنيه. هو اختيار اسم الاغنيه مش ليا طبعا، هو اختياره الاستاذ نصر محروس طبعا، انا بوجه له تحيه كبيره من خلال البرنامج. هو طبعا بجد هو اختار اسم الالبوم طبعا. هو اختيارات الالبوم او توقيتات نزول الالبوم او دي بتبقى شويه من اختصاصاته هو مش انا يعني. يعني هو مثلا بيبقى فيها امور تسويقيه طبعا بالظبط. يعني هو عارف انه مثلا لا سمح، احنا كنا هنسميه عمرو روش، فجاه سميناه ندمانه، يعني اختلف الموضوع. كان اسمه عمرو روش. وانا روشت شويه في الاغنيه. عملت اغنيه ده عمرو روش. يعني هو اغنيه روشه. يا ما هي طبعا مع عمرو روش تبقى روشه طبعا. لازم. يعني يا عمرو روش تبقى روشه ازاي بس. بس يمكن مثلا هو شاف استاذ نصر محروس ان البياع اكتر ندمانه شويه، مش شعبنا مع طبيعتنا. شعبنا عموما بيميل شويه للشجن. يعني احنا بنحب الاغاني اللي فيها رقص ونتبسط ونضحك ونهيص والحاجات دي، بس احنا شويه بنميل للشجن والاغاني اللي بتلمس القلب اكتر. ليه يعني احنا نكديين؟ مش نكديين، بس احنا ممكن تبقى حساسين يعني. عندنا شويه حسنا حتى في اغاني زمان لقى الشجن موجود، اتعودنا عليه. وتلاقينا ندمع لما نتضايق، وندمع لما نتبسط، كوبا بقى زي ما تقول، وندمع ولا إيه لما نحب، وندمع لما نكره. احنا بندمع في كل حاجه ليه؟ الله، احنا عايزين نفرفش. مظبوط صح. وقلت في المقدمه ان انت دايما عملتي حاجات حلوه مع المطرب طبعا الجميل بهاء سلطان. طبعا بوجه له تحيه بجد من القلب. وبهاء الحقيقه يعني من الطف واحلى الاصوات اللي بتعمل لنا الغناء الشعبي. من انقى الشخصيات في الوسط الفني. انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي، بس طبعا انت اكيد عارفاه كويس. يعني عارف من جواه كده بيور بشكل مبالغ فيه. وبعدين عنده حب الناس و هو خجول جدا، مش من النوع اللي هو عنده خجل. يعني اي حقد على اي حد خالص ولا في دماغه الحاجات دي بجد. وانسان جميل يعني. مظبوط. وفنه كفن شعبي قد ايه. مطرب بجد. طبعا 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 يعني بجد. بس الكلام ده ايه رايكم لو الكلام ده ما يعديش قبل، لان انا عارف ان سوما بتحب تغني لناس. طبعا. ايه رايك لو بعد الفاصل تغني لي اغنيه لبهاء سلطان؟ هكون مبسوط قوي يا سوما. بس بهاء شويه بيضحك الناس، انا يعني بيخلي الناس مبسوطه وهو بيغني، انا مش هينفع اقلب له الاغنيه خالص. انت؟ ده انت عسل. يعني الواد قلبه بيوجعه مثلا كده اغنيه زي دي. لا خلي، ما انا ما عنديش اي مانع. ما فيش مشاكل؟ مالكيش، انا هضحك، انا مالكيش دعوه. بعد الفاصل. خلاص. هنسمع اغنيه لبهاء سلطان بصوت ضيفتي الجميله النهارده سوما. خليكم معانا، اوعوا بقى تروحوا في اي حته. شكرا، اهلا بيكم مره تانيه. لسه ضيفتي المطربه الجميله سوما، وقبل الفاصل اتكلمنا على المطرب الكبير بهاء سلطان، وقالت لي ان هي يعني من اشد المعجبين بيه، وعدتيني انك انت
هتغني له حاجه. اه طبعا. بالمناسبه قبل ما تغني الاستاذ بهاء سلطان حاجه، لما بتادي وانت على الستيج ومعاكي الفرقه، في بتبقى لغه مشتركه كده ما بين المطرب وفرقته. اه يعني اشارات صح. او صح. اصل باخد بالي من كل حاجه، خلي بالك اهم حاجه. آه. اهم حاجه ان انت عرفت انا بعمل مصحصح انا. اه قوي. يعني تحسي ايه انك مثلا ايه في الكوبليه الاخير عايزاهم مثلا ايه ينهوا او او بيكرروا. في اشارات فعلا بنبقى متفقين عليها بتتفقوا بقى عليها. معروفه. اه خلاص يعني لو عملت لهم كده معروف ان دي على طول مش هنعيد. اه دي يعني على طول مثلا. آه. اديك اسرار الموضوع. حلو قوي يعني. عشان لما يبقى عندك حفله وتعمل كده. اه تقول لهم انا اللي قلت لك. لا والله لازم طبعا اقول لهم انا. انما ما تقولي لهمش بالكلام. لا ما ينفعش اقول لهم كلام ازاي يعني. انا بغني اطلع مثلا او انزل او مثلا اديني. لا بتبقى بالاشارات بس. بالاشارات. اشاره. اه وانتوا طبعا دي لغه مشتركه. انا حتى عايزه اقول لك انا ممكن ما اقولهمش يعني ممكن ما اقولش حاجه. اه وهم يحسوا مثلا لو انا سكت مثلا يحسوا ان مثلا ده هم يعملوا المزيكا يعيدوا تاني مثلا تبقى الطبله لوحدها يعني كده. في حاجات خلاص احنا فهمنا بعض بالنظرات مش بالاشارات حتى. خلاص ده انتوا دافنينه سوا بقى. هم ليه طبعا. صح؟ هم تمام. بس الحاجات دي باخد بالي منها قوي قوي يعني. كويس قوي عشان يعني. لما اطلع دلوقتي بقى مش هعمل حاجه ما اعرفش بقى ايه. هتعملي حاجه تانية. بهاء سلطان. يلا. هنغني له ايه؟ هقول له الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد بيقول الاه اه مش لاقي حد معاه، الواد بيقول الاه مش لاقي حد معاه، يا حبيبي يا ضيع عليا خليك مع قلبي شوية الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه ما هو مش يغني زيه بصراحه. لا ما انا هو طبعا مش زعلان منك، ده انت بتحييه كده يعني، واحده كمان بنحييه وبنقدره. لا يعني عايز اقول له ما حدش. طيب لما بتظهري كل مره يا سوما بلاحظ انك انت بتعملي لوك جديده. أوه. والمره دي اللوك ده الظاهر انه بتاع الالبوم الجديد. هو بعديه بشويه كده. اه انا ما بثبتش اصلي، انا عندي مشكله فظيعه. اه يعني انا ممكن انزل وارجع جوزي ما يعرفنيش. طب ده على فكره يعني ما بتخافيش لحسن يعني يقول مثلا ايه يعني تبقى واحده تانية شبهك يروح يتجوزها يعني. لا يتجوز مين؟ لا ما اعرفش. لا لحد هنا وشكرا. يعني ما انتي لخبطتيه بقى الراجل. لا بالعكس بص يعني انا بشوف ان مهم ان الست تكون متغيره او يعني ما تكونش ثابته على شكل معين او يعني او انا اللي اوفر بقى مش عارفه والله، بس انا بحس ان انا ما اقدرش اقعد شويه مثلا لون شعري لون واحد ما اعرفش. اه بتخنق يعني بحس انه لا انا مكتئبه. آه. فانزل تاني يوم بعدين بقى انا مش مثلا من بني غامق لبني فاتح، لا من بني مثلا غامق لبلوند على طول. لازم يعني تعملي كده يعني, يعني صدمه. انا بصدم نفسي. اه ده بجد يعني انا ما اعرفش ليه بعمل في نفسي كده، بس ما اعرفش بحس ان انا لا محتاجه اغير خلاص يعني ما اقدرش. ما تقلقيش احنا بنحبك في كل احوالك. ربنا يخليك. اه والله. مش باين على شعري حتى؟ لا باين فعلا. خلاص. باين ما شاء الله يعني في نيو لوك دايما. وهو انتوا بطبيعه شغلكم يمكن حتى انت لو ما زهقتيش من اللوك بتاعتك الجمهور نفسه هيطالبك بانك انت تعملي له نيو لوك، لانه
الزمن اختلف. اه طبعا، بس صعب ان انت ترضي الجمهور كله يعني. يعني في ناس كتير بتقولي احنا بنحب شكلك في اللوك مثلا، شعرك وهو بني غامق مثلا. في ناس تقولي لا اللون ده شويه بيخليكي مختلفه او بيفتح شكلك شويه كده يعني. في تضارب يعني، بس انا بعمل ده وبعمل ده يعني، شويه لدول وشويه لدول ولنفسي كمان بصراحه عشان تغيري. آه. وده شيء مطلوب جدا حقيقي. طيب دلوقتي في مطالبه باغنيه اجدع اصحاب. اه لانه طبعا دي كانت مرتبطه بالفيلم اللي انت عملتيه. مظبوط. انا عايز اقول لك دي من انجح الحاجات اللي انا عملتها يعني. اه نجاح الاغنيه دي يمكن عدى مثلا تخيلاتي يعني، او عدى يعني مش عارفه اقول لك ازاي يعني. انا توقعت الحمد لله ان هي ممكن يعني تنجح، لانها موضوع جديد ما اتعملش مع الفيلم او فكره الفيلم. الموضوع كان حلو قوي، بس فكره ان الاغنيه دي تنجح بالطريقه دي يعني. الاغنيه دي اتعملت 2008 مع الفيلم. لحد اي شغل بعمله مثلا الاغنيه لازم خلاص. هي بالنسبه لي يعني، انا بقول لهم السلام الجمهوري بتاعي. والله العظيم بجد ان الاغنيه دي خلاص يعني. اجدع صحاب. خلاص. وده شيء يعني انه يبقى في اغنيه معينه مرتبطه بمطرب معين. الحمد على فكره لله. ده مش لوحدك، ده في ناس كتير جدا مطربين كبار بيبقى الناس عايزه تسمعهم في اغنيه معينه. ده حقيقي فعلا. طب احنا بقى في برنامج 90 دقيقه النهارده محتاجين انك انت ترجعي لنا بقى الصحاب. المود الجميل ده. يلا الصحوبيه والجدعانه. طب يلا بينا. ابدع اصحاب من سومه بقى.
برافو برافو برافو. على فكرة عارفة بعرف على طول شعبية الأغنية من رد الفعل الجمهور اللي انت قلتي عليه من شويه. فعلا فعلا صح. مجرد ما الميلودي بتاعها ابتدى يعني وانت دخلتي فيها شفتي الاعجاب الكبير بيها. يعني في حاجات بتبقى في اغاني معينه بتبقى كده فعلا خلاص يعني. دي كان وشها حلو عليكي؟ الاغنيه دي بجد هو في كذا حاجه كانوا كده، بس اللي استمر قوي يعني معايا بالطريقه دي هي اجدع صحاب، يعني اكتر اغنيه استمر نجاحها معايا لحد النهارده يعني. يعني طيب. كان قبليها ما اقدرش اقول من فيلم 90 دقيقة بمناسبة برنامج 90 دقيقة يعني. ده فيلم كان منافس للبرنامج في وقت من الاوقات، وكان احمد الفيشاوي. لا كان سامو زين. كان سامو زين، تحية كبيرة. شفتوا انا فاكر ازاي؟ كان سامو زين. دي بالنسبة للاغاني اللي هي السنجل اللي بتبقى في الافلام وكده، لكن طبعا كان في يعني اللي في عيني في عينك دي كانت برضو من اهم، هي دي اهم محطة في حياتي كانت. بدايتي خالص دي حلوة. كانت بداية حلوة برضو قوي قوي طبعا. دي بداية بقى اللي هي البداية الحقيقية، اللي هي اول ما كنت بنزل مثلا ولا حد يقول ايه ده، بس البنت اللي كانت بتغني مع بهاء سلطان ايه، ما حدش كان عارف مين انت اللي كنت بتغني مع بهاء سلطان مش عارف ايه، ويوقفوني وانا مش فاهمه ايه اللي انا بيحصل لي ده، يعني ايه هقف ولا امشي لما حد يوقفني يقول لي هتصور معاك اتصور ولا لا، مش فاهمه حاجه خالص. كنت طبعا الاغنيه دي بجد اهم محطه في حياتي، وكان وشها خير عليا جدا بجد. وما كنتيش عارفه هم عايزين يتصوروا معاكي ليه؟ مش فاهمه، انا مش فاهمه بتاع الجامعه ليه؟ بعيدا عن الاسئله بقى بتاعت سوما الفنان وسوما الانسان. لا عشان انا اتبهدلت بسبب احمد مكي. انت عارفه لا خلي بالك سوما العاشق ده بهدلني. خد بالك، فانت يعني سوما الام اللي عندها بنوتين، احلى شيء في الحياه، مريم وكارما. مريم وكارما طبعا. كلميني شويه بقى عن علاقتك بيهم. بص، هو مريم دلوقتي حبيبتي خلاص 5 سنين، خلاص داخله على 5 سنين، فانا خلاص اعتبرتها مش بنتي، هي خلاص صاحبتي. خلاص خلاص انا بعتبرها صاحبتي، يعني ممكن اخدها معايا في اي مكان تتخيلوا. ما شاء الله. يعني خلاص انا ارتباطي بيها فظيع يعني يا رب، يعني ربنا يخليهم لي يا رب. والبنوته الصغيره دي بقى كام سنه؟ مش قادره احكي لك يعني الدلع والجمال والطيبه وكل حاجه. كارما سنه وسبع شهور يعني لسه ما كملتش سنتين. ما شاء الله. مش ممكن طبعا، احلى حاجه في الدنيا بجد. ممكن بنوته اللي هي مريم عندها 5 سنين بدأ معاها اي موهبه؟ بتغني. لا بجد والله. هي طبعا دلوقتي بتتفرج عليا وانا بقول لها مريومه وحشتيني، وانا هخلص واجيلك على طول. ايه ده؟ لا بجد حبيبتي بجد بحبهم قوي يعني. يا جماعه على فكره يعني اللي ما خدش باله سوما دمعت وهي بتتكلم على بناتها. بجد بيوحشوني. للدرجه دي مرتبطه بيهم يا سوما؟ بيوحشوني كمان قوي، مش عارفه ليه. مش عارفه اقول لك المعنى شويه، مش عارفه اقوله لك، بس عارفه ما تحس ان حد هم ماسكين قلبي كده خلاص يعني. انا الله. يعني مش عارفه افهمها لك ازاي. انا عايزه اقول لك انا فاهم بس انا بيتي حاجه مهمه قوي في حياتي، جوزي واولادي واهلي، دول حاجه اهم حاجه في الدنيا. وده اللي بيخليكي انسانه طبعًا جميله جدا طبعًا واسريه ومش رابطه مساله النجاح او الفن بان الواحد ما يبقاش منتمي للاسره ومنتمي للكيان ده. مع ان انا المفروض اقفل من مريم خالص على فكره. ليه؟ عشان هي بتحب تسمع نانسي عجرم اكتر مني. ايه معقوله تسمع تسمع من نانسي؟ بتحب تسمع يا بنات يا بنات يا بنات بقى والحاجات اللي نانسي عملتها دي كده دمرتنا يعني. بس بقول لك عايز اقول لك على حاجه، احنا برضو نفوت لها الموضوع ده لما احنا كلنا بنحب نانسي. طبعا هو حد ما بيحبش نانسي؟ طبعا. احنا هنضحك على بعض. لا بس غيره امهات بقى خلاص، مش فنانات، هي غيره امهات بس. طبعا اكيد. يعني انا بغني يا مريم برضو، ما ممكن اغنيها لك عادي يعني، فاهم انت؟ بس بقول لك ايه، خلفه البنات دي، ده كل الناس في مصر مخلفه بنات، احنا هنجيب لهم عرسان منين دول لما انا خلفت 2 بس على فكره، عشان ما حدش يقول بنات ومش بنات. انا مستعد اقعدهم جنبي انا وباباهم على فكره، مش عايزين حد يتجوزهم. لا معقوله؟ خلاص احنا متفقين مع بعض على كده. لا احنا عندنا بنات يبوروا بقى ولا ايه؟ لا ليه يبوروا ليه؟ لا
احنا اللي مش عايزين نجوزه. لا احنا بقول لك مرتبطين انتوا يعني. لا بجد مش ممكن. ما هو ان شاء الله لما يكبروا يبقوا في سن الجواز انتوا تعملوا لهم شقق يعني. طب ما احنا على فكره يعني جنبكم خلاص كلكم كده. وبعدين اي واحد يجي يتجوز بنتك يبقى تحت سيطرتك، عشان احنا كنا عاملين حلقه عن الحما وانت هتبقي حما ان شاء الله زي الفل باذن الله. لا انا والله العظيم وحياه ربنا طيبه جدا، مش بشكر في نفسي خالص، بس طيبه. لا انت عمرك ما شكرتي في نفسك ابدا. لا بجد بس والله العظيم. عارف فيلم عريس من جهه امنيه؟ طبعا عارفه. باباهم ياه، ده هيبقى مرتبط بقى ده يا عيني على اللي يروح يتقدم له. والله العظيم. والله على كل حال يقول لي على الله بس حد يجي يقول لي انا عايز مريم. يا رب بجد بتتكلمي في الموضوع ده من دلوقتي؟ والله يعني لا بجد، بس مثلا ما تلبسيهاش كذا، مش عارف ايه، خلي بالك منها. من دلوقتي في ايه مالك في ايه يعني دلوقتي مظبطين الموضوع. ده بجد بحس ايه في ايه لما نشوف يعني. ان شاء الله كده لما يوصلوا لسن الجواز ربنا يدينا طولة العمر ونيجي ونشوف الوضع شكله ايه عشان نبارك لكم. ان شاء الله. طيب في طلب يا سوما لو سمحتي من الجماهير المتابعين للبرنامج والناس الحاضرين كده انك تغني لنا حاجه قديمه طبعا علشان نرجع القديم تاني طبعا. فهل في حاجه ممكن تغنيها لنا؟ نغني اما براوه مثلا. يلا
بجد احسنت جدا والله جدا. انا عايزه اقول لك انا ببقى مبسوطه قوي 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 لما بلاقي شباب سن صغير بيحب الاغاني القديمه. حاجه مش معقوله ده، مرتبطين بيها جدا. لا بجد بتبسط جدا لانه الاغاني القديمه دي عارف اللي هي البيز بتاعنا خلاص، ده اساسنا يعني، ده الاصل بتاع ده اي مطرب. الاصل بتاع طبعا. انا بحس ان الشباب متفاعل معانا في الاغاني القديمه دي، بتبسط جدا جدا. الاغنيه دي تحديدا انت يعني ايه مدى ارتباطك بيها؟ انا بعشق نجاة طبعا، اكيد بعشق نجاة. بص يعني احط تحتيها بقى كذا خط دي. اغنيه هتفضل عايشه طول عمرها طبعا، هي اغانيها كلها حلوه. كل اغانيها حلوه يعني، بتعمل مود كده صوتها دافي. صوتها دافي جدا جدا، تحس ان هي اغانيها فيها حلم، انت جوه حلم معاها. انت عمرك لما بتقعدي بينك وبين نفسك بتدندني لمطرب او لمطربه يعني حد تاني يعني، هل عندك حد معين معجبه بموهبته بتحبي تدندني له؟ جديد ولا مش يعني قديم؟ مش عارف الاثنين يعني. لا أنا هو انا بالنسبه لي نجاة، فيروز طبعا يعني، طبعا طبعا عالم اخر طبعا، فايزه احمد، حوريه حسن، لا في ناس كتير قوي يعني جامدين قوي. زمان ده ما كانش في حد بيغني وحش والله يعني، انا مش ما فيش حد غنى وحش زمان. طب سوما انت ممكن تدندني لعمرو دياب مثلا؟ طبعا ما حدش. انت بتهزر؟ طبعا بجد والله. طبعا يعني ما فيش، لانه عمرو ما هواش من الجيل اللي هو القديم قوي ده يعني. يعني فاهمه ازاي؟ انما بس هو عايش قوي طبعا طبعا يعني. الهضبه طبعا، تحيه كبيره. فنان اهم حاجه بتميز الفنان برضو ذكائه. هو من اذكى الفنانين حقيقي. ما تحبيش تدندني له حاجه كده؟ لا طب اكيد احب طبعا، بس في ايه ممكن نقول يعني؟ حبيبي يبقى غني انت بقى. لا 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 معقوله؟ بجد نقول ايه؟ انا هغني ولا هزيع ولا هعمل ايه؟ انا عايزين اغنيه كده ولا ايه؟ لا كده لا 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 حاجه تفرفشنا. طب هقول لكم على حاجه تانية خالص. اعمل ايه في اللي انا حبيته واللي القلب اختاره القديم بقى بتاع الله. ما هو فعلا القديم كده، عيني عينك، اكتر واحد بيحبك. بص لا القديم ده كمان بتاع مش ممكن خليك فاكرني. اغاني ممكن. عايشه قوي يعني، حاجات جميله بجد. الملاك البريء، في اغاني مش ممكن. عمرو دياب بجد لا فنان، ربنا يخليه لنا. تحيه كبيره للاستاذ عمرو دياب، طبعا فنان كبير وكلنا بنحبه. وانت روحك حلوه ناحيه الناس يا سوما، يعني من ساعه لما قعدتي مثلا اتكلمتي على بهاء سلطان، على عمرو دياب، على زمايلك. انا بحب، بص انا ما عنديش مشاكل مع حد الحمد لله. الحمد لله وده شيء بيميزك الحقيقه. الحمد لله انا متصالحه مع نفسي جدا الحمد لله. انا بحب الناس كلها، بحب زمايلي الفنانين جدا، بفرح لهم جدا يعني. انا مش عايزه اقول ناس وانسى ناس، بس لا فعلا انا ليا اصحاب كتير جدا. لا يعني
قد ايه انا بتبسط جدا لنجاح اي فنان معايا او معايا في الوسط عموما يعني. وده شيء يعني احنا باين كلنا في الاخر بنرفع يعني اسم بلدنا احنا مصر يعني، مش اكيد سواء انا نجحت غيري نجح مطرب مصري او مطربه مصريه، فاحنا في الاخر واجهه لبلدنا مش عشان حاجه تانية. لكن فانا الحمد لله ببقى سعيده جدا بنجاح اي مطرب مصري. وتتمني الخير لزمايلك. طبعا طبعا تمام. طيب اولا انا يعني عايز اشكرك جدا جدا على المشاركه بتاعتك معايا النهارده في برنامج 90 دقيقه. انت نورتيني يا سوما، والفرقه الموسيقيه نورتني، والجمهور الحلو ده نورني. بتمنى لك ومن قلبي بتمنى لك كل توفيق وكل نجاح، انت واسرتك بناتك الحلوين وطبعا جوزك، طبعا كل التحيه والتقدير ليه وللاسره الكبيره. يا رب. ومين عارف نتقابل تاني في مناسبات حلوه. طبعا. عملت لنا مود جميل، ويعني الحقيقه البرنامج كده النهارده خد كده جو لطيف قوي. الحمد لله. اتمنى فعلا اكون كنت خفيفه عليكم جدا جدا يعني. لا خفيفه جدا. انت بس في طلب اخير بناء على طلب الجماهير، بس تعملي لنا اغنيه ختاميه هننزل التترات بعد كده عليها. اوكي. فانا الاغنيه اللي مطلوبه، بس طبعا انت ليكي مطلق الحريه، وحشني حبيبي لو ينفع. طبعا. ولا تحبي حاجه تانية؟ طب نسال نشوف الجمهور الجميل اللي معانا ده برضو يعني. طيب. ممكن وحشني حبيبي ولا سهر الليالي ولا عايزين هم يهيصوا؟ هم عايزين سهر الليالي. يبقى اذا احنا يبقى هنسمع وحشني. يعني هم عايزين كده نعمل احنا العكس. لا 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 نسمع، لا نسمع سهر الليالي عشان ما نزعلهمش، دول منورينا. وانا بقى بشكركم جدا على متابعه 90 دقيقه مع معتز الدمرداش، وارجع اشوفكم ان شاء الله يوم السبت. فبقول لكم الى اللقاء، وبشكر سوما، وهسيبكم بقى مع سوما دلوقتي، والتترات تنزل بعد شويه. يلا بينا. شو كانت حلوة الليالي، والهوى يبقى ناطرنا، وتجي تلاقيني ياخدنا بعيد هدير المي. ترجمة